وتتابعونا في نشرتنا أيضا. جامعة جيهان تنظم ورشة عمل حول الآليات السياسية والقانونية لحل أزمة النفط والغاز بين الحكومتين الاتحادية وكردستان. و500 ألف سائح زاروا أربيل خلال مطلع العام 2022. وبوريس جونسون يلتقي محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي. وكييف ترفض فكرة أن تكون محايدة على غرار السويد أو النمسا. والناتو يسعى لنشر مزيد من القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا. و15 مفقودا على الأقل في انزلاق تربة في البيرو.